سلام بتاعتكم جيناكم تاني في قناة هول اوف تي بي. وده كبر الكويس اللي ناس بيتكلم في صورة ليدي بيبسي، بيقول جاك بتاعه ده رقم بتاعه طويل هاو مايند عضلات، واخيرا عدل صورة بـ AI او ذكاء صناعي عشان ما يقدر يجي يتكلم في صورة ده. الشركة بتاع جوردن بيدي انذار لكل الشباب الخاشين في ماركة بتاع جوردن لسه جداد، قال لي ما كل جسم مكتوب فيه جرن معناه ده جرن حقيقية، لأن شركات صينية كتير في السوق تلقاه رخيص ذا تعب لبنات أو وقت تشيله، وفي نوع تاني تلقاه زول ناطي كيف كيف ده ما أصلية، شيلك الزول ناطي مية مية ده جرن الحقيقي. الفنان المعروف ليدي بيبسي بيقول لجمهور تو معلش لجمهور الرجال، انت لو عايز تيجي تصور معي خليه يكون في مساحه بيني وبينك، عشان جاك بتاعي ده ما يقول انا عايز اقوم منه، خليه يكون في مساحه بيني وبينك عشان ما يفهم غلط.